صباح الخير والبركة والمحبة لكل من يتابع صباحنا الرياضي من صباحكم رياضي شبكة الإعلام العراقي قناة العراقية الرياضية، هذه الشاشة الذهبية اللي تخليكم دائما بالحدث الرياضي. برنامجنا مهم ويحتوي على العديد من الفقرات والمحطات الرياضية اللي إن شاء الله نتمناها أن تنال إعجابكم. بداية صباحي ما يحلى أكيد إلا مع شركة الصباح لهذا اليوم العراقية منية. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة العراقية الرياضية ومتابعين برنامج صباحكم رياضي. صباح جميل وطاقة جديدة، طاقة إيجابية، نبدي يومنا بالابتسامة والضحكة حتى نكمل باقي الأسبوع، مو فقط اليوم، باقي الأسبوع بضحكة وابتسامة وطاقة إيجابية. أكيد نتمناها تكون إن شاء الله بداية أسبوع سعيد لكل من يتابعنا. بداية أولى محطاتنا الرياضية اللي راح نتحدث بها وهي مهمة، دوري نجوم العراق، هذا الدوري المهم اللي بدايته كانطلاقة ولحد الجولة 35 كان شيء مفرح وشيء جميل، وكل الفرق كانت على مستوى عالي وتؤدي بصورة صحيحة لغاية الآن. يعني احنا شاهدنا موسم جديد، موسم منتظم، موسم صراحة ببنى تحتية جديدة، بأنظمة جديدة، بفقرات جديدة، بدخول الفار، بتحكيم جديد، فصراحة احنا نشوف هذا الدوري متكامل من كل النواحي. فرحين إلى الآن بنجاح الدوري ونستمر نتمنى استمرار الدوري بهذا النجاح. احنا مثل ما نعرف ثلاث جولات تبقت للدوري إلى أن ينتهي ونعلن عن بطل الدوري. إلى الآن الشرطة متصدرة ويديها الجوية ومن ثم الزوراء ومن ثم النجف وزاخو. يا ترى ما نعرف بالحلقة الأخيرة من سيكون البطل، تعرف لأنه إحنا على العلم بوجود الشرطة بالصدارة بواقع 80 نقطة، لكن إحنا الجوية أيضا 75 نقطة ويليها الزوراء ب 72 نقطة. هذا الفارق القليل بين الزوراء والجوية ممكن في حال تعثر الجوية يلاحقها الزوراء للمركز الثاني، وممكن أيضا إذا في حال تعثر الشرطة يلاحقها الجوية أو الزوراء، فتكون بالحلقة الأخيرة هي الإعلان عن هذا البطل ببطل الدوري. وأكيد بطل الدوري هو لمن يستحقها للفريق المثابر، للنادي المثابر، فلذلك احنا كنا صراحة شوق حتى نعرف من البطل بدورينا. أكيد الدوري مشتد لآخر اللحظات، ما تبقى إلا ثلاث جولات. الشرطة بالمركز الأول ب 80 نقطة والقوة الجوية ب 75 نقطة، الفارق 5 نقاط. أما الزوراء بالمركز الثالث ب 72 نقطة. بالمراكز البقية النجف وبعد زاخو وبعد دهوك بعد نوروز، الطلبة، الحدود، النفط، نفط ميسان، والميناء، والكهرباء، وأربيل كربلاء، الكرخ، القاسم، نفط البصرة، أمانة بغداد، ونفط الوسط. المنافسة مشتعلة، نعم، مو فقط بالقمة والصدارة حتى بالوسط، لكن في القاع الدوري أيضا أكو صراع للبقاء بالدوري. مثل ما نعرف إحنا ممكن الفرق الهابطة إذا في حال الاستمرار بالتعثر والخسارة ممكن تهبط من الدوري إلى دوري من نجوم العراق إلى دوري الكرة الممتاز. لذلك إحنا نشوف مو فقط صراع العرش لكن صراع القاع أيضا يوجد في هذا الدوري. إحنا نلاحظ بهذه الأمور فقط اللي مرتاح أو ممكن يحاول يبحث عن الراحة هو المتوسط الدوري، إنه هو لا الدافئة. بالضبط، لا هي مثلا بالهبوط وبمرحلة خطرة ولا هو بالقمة ويحاول أن يحافظ عليها أو يصعد أكثر، فلذلك هذه مثل ما سميتها هي المناطق الدافئة. هناك صراع آخر مشتعل بين الهدافين، أيمن حسين، نعم، قابض على صدارة الهدافين ب 26 هدف، ويليه المواس، نعم، 19 هدف، علاء الدين الدالي 18 هدف، اللاعبين السوريين المحترفين. شيء مميز ومفرح، احنا من نشوف محترف يؤدي على مستوى عالي وبصورة جيدة إضافة لفريقه، هذا شيء جدا جميل. وأما بعدهم إبراهيم توميو أكيد ومركز ومهند الغابة. علي، نعم، وإبراهيم غازي وأوكيكي أوفلابي ب 14 هدف، محمد قاسم نصيف ب 12 هدف، محمود خليل 12 هدف، حسن، نعم، عبد الكريم ب 11 هدف. هذا الشرطة مثل ما تحدثنا عنها يواصل صدارته، نعم، نذكر بمباريات الاختتام الجولة 35، فوز الكرخ على نوروز 2-1، والشرطة على نفط البصرة 1-0، والميناء على نفط ميسان 3-0، وزاخو على كربلاء 2-0، وتعادل نفط ودهوك 0-0. أكيد يا عمار مثل ما نلاحظ أنه بالجولات المقبلة اللعبات الأصعب قد تكون على الشرطة، وهذا هو الامتحان الصعب إلى الشرطة.
اليوم هو الشرطة يكون أو لا يكون، مثل ما نعرف عنده لعبة مع مباراة مع الزوراء، تمام، عنده مع الزوراء وعنده مع زاخو وعنده مع النجف، هذه أصعب المباريات يعني كلها جميعها مع الفرق المتصدرة. يعني هذا فعلا خير صراحة. امتحان حتى بالضبط الشرطة هو هذا المهمة الصعبة والامتحان الصعب. صراحة هذا نشوفه نسميه احنا صراع الكبار اللي يثبت نفسه حتى يحصل على نقاطه. نعم، بالاخص انه الشرطه يلعب مو فقط ويا يعني الفرق المتذيله او المناطق الدافئه، هو يلعب مع الكبار اللي حاولوا قدر الامكان رغم الهبوط والتعثر لكن تعدلوا نجحوا حتى ممكن يوصلون الى من المناطق المتصدره للدوري، يعني مثل ما نعرف الزوراء المركز الثالث والنجف هو المركز الرابع وزاخو المركز الخامس، فمثل ما سميناها قبل قليل هي صراع الأبطال. تمام، أكيد مثل ما ذكرنا أحبتنا ما تبقى إلا 3 مباريات لينتهي دوري نجوم العراق بهذه الصورة الجميلة وعلى هذه الشاكلة الجميلة، الصورة الحلوة البهية اللي نقلها جميع أنديتنا واتحادنا بالتعاون مع رابطة لا ليغا الإسبانية حتى نظهر بصورة صحيحة من أندية ومن كوادر تحكيمية وغيرها، الكل كان خلية نحل حتى يظهر الدوري بصورة جميلة وصورة مميزة. 3 جولات وننهي نعم. هذا الدوري الجميل نعم. والمميز. خلونا سويا نتابع تقرير فريق زاخو يحقق فوزا ثمينا على حساب كربلاء مع اياد برواري، نتابع سويا وراجعين. ضمن مباراة الجولة 35 من دوري نجوم العراق استضاف فريق زاخو في ملعبه فريق كربلاء. الشوط الأول كان زاخو الأفضل فيه من ناحية الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى الضيوف، حيث شن لاعبوه العديد من الهجمات توجت إحداها بتسجيل هدف بأقدام داروين لوبيس في الدقيقة 30. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن فريق كربلاء من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب حسين طالب، لينتهي هذا الشوط بالتعادل بهدف واحد لكل منهما. في الشوط الثاني من المباراة تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لكسر حالة التعادل حتى حانت الدقيقة 78 لتعلن عن تسجيل الهدف الثاني لزاخو عن طريق نفس اللاعب داروين لوبيس، لتنتهي المباراة بفوز زاخو بواقع 2-1. لعبنا ضد فريق ليس عليه أي ضغوطات، ولكننا تهيئنا لهذه المباراة بشكل جيد رغم إجهاد اللاعبين بسبب الموسم الطويل، ولكن أظهروا شخصية قوية داخل الملعب وحققوا الفوز والنقاط 3، وهذا هو المهم. أدينا مباراة جيدة، طبقنا الواجبات معطانا اياها الكابتن شاسر، لكن بعض الأخطاء جزئيات راحت من عندنا المباراة. علينا أن احنا كلاعبين كجهاز فني كإدارة ننسى مباراة زاخو، نقول لهم مبروك واحنا نفكر المباريات الجاية، عندنا مباراة أمام بغداد هي مباراة إن شاء الله نحقق بها 3 نقاط ونصالح بها جماهيرنا إن شاء الله. أياد برواري، العراقية الرياضية، زاخو. شكرا لأياد برواري على هذا التقرير. انتقالتنا الآن مع مونية، وين انتقال تشرح تكون يا مونية؟ يعني فريق القاسم ونفط الوسط يتعادلان بهدفين لكل منهما مع ميثاق الزريجي، خلينا نشاهد هذا التقرير راجعين. القاسم ونفط الوسط يخرجان بنقطة واحدة إثر تعادلهما بهدفين لكل منهما في لقاء جاء لحساب الجولة 35 والذي استضافه ملعب الكوت الأولمبي. سيطرة واضحة فرضها فريق القاسم في بداية الشوط الأول أثمرت عن تسجيل هدف السابق بواسطة مرتضى قصاد. حالة التراخي والبرود أصابت لاعبي القاسم بعد تقدمهم بهدف، لينتفض بعدها نفط الوسط خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول حيث أدرك التعادل بواسطة سامر محسن، ثم تبعه حسين عبد الواحد إضافة الهدف الثاني. مجريات الشوط الثاني جاء السيناريو فيه مشابها للشوط الأول عندما سيطر لاعبو القاسم على مجريات دقائق هذا الشوط من ناحية الاستحواذ وامتلاك الكرة، يدرك المهاجم البديل سيف رشيد هدف التعادل للقاسم الذي أضاع لاعبوه في الدقائق الأخيرة جملة من الفرص المحققة. قدمنا على مستوى ومباراة جميلة، بعد تأخرنا بهدف قدرنا نرجع نعادل الفريق القاسم ونتقدم عليه بهدفين، لكن مثل ما تعرف فريق يعني من سفر من البصرة رجعنا للنجف إلى بغداد
ورجعنا للكوت. هذا يسبب يعني فقدان للتركيز داخل الملعب للاعبين، وهذا ما حدث بالهدف التعادل الذي سجله نادي القاسم. فقدنا منه بهدفين، سيدنا المباراة، نقول هارد إننا بدنا نتعادل والقادم أفضل إن شاء الله. هي في صعوبة، يعني فيها صعوبة دائما هيك مباراة، لكن احنا أضعناها يعني بإيدينا. والشغلة الثانية يعني احنا في بعض اللاعبين بصراحة يعني ما كانوا يعني مركزين، يعني في كان حالة من الاستهتار النفسي، يعني انه خلاص احنا فايزين. هي كرة القدم اذا ما تستغل الفرص ممكن انت تجي الامور عكسية. الحمد لله، شكرا للاعبين، شكرا للكادر التدريبي والمدربين. عندنا 3 مباريات ان شاء الله نركز بهن، ونتمنى أن اللاعبين يعرفون قيمة ذن المباراة. وبهذا التعادل أصبح في رصيد القاسم 32 نقطة في المركز 17، وهو يصارع من أجل البقاء والهروب من مناطق الخطر. أما فريق نفط الوسط فقد أعلن رسميا عن هبوطه هذا الموسم قبل نهاية المسابقة بتواجده في المركز الأخير. من محافظة وسط العراقية الرياضية، ميثاق الزريجي. شكرا لميثاق الزريجي. اكيد يا عمار، هو هذا الصراع اللي ذكرناه. نفط الوسط هو اخر المتدين بالدوري، تمام، والقاسم هو بالمركز 17. المركز 17 يسعون لترتيب اوراقهم حتى يتلاحقون على ما بقى، ولا فريق نفط الوسط بالمركز الاخير شنو اللي يريد يتلاحق على الرغم من على الرغم من فوز نفط الوسط بهدفين، لكن ما حالف حل لانه هو متعادل، فلذلك ما سعف بشيء هذا الموضوع. فعلا فعلا، لذلك هو احنا مثل ما قلنا ونعيدها ونكرر انه ترتيب الاوراق حتى يظهرون بصوره حلوه، صوره جميله، لانه الفرق لازم تعدل بترتيبها على ما ينتهي المباراه الواحده. تفرق انت تحسيها انه هي بسيطه مثلا كثلاث نقاط، ولكن هي تعدل ترتيب دوري كامل. نعم. خلونا سويا نتابع خبر وتعليق. نعم. خبرنا لهذا اليوم، منتخب العراق في مجموعة الأغلبية العربية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم. أغلب المحللين يصفون قرعة آسيا بالمتوازنة. جرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور سحب قرعة الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 18 منتخب تأهلوا للدور الثالث من تصفيات المونديال عن القارة الآسيوية، فيما وصف المحللون القرعة بأنها متوازنة. وأسفرت القرعة عن مجموعة متباينة ضمت المجموعة الأولى منها منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان والإمارات وقرغزستان وكوريا الشمالية، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت. ووضعت القرعة منتخب اليابان إلى جانب كل من استراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا بالمجموعة الثالثة. ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لمونديال أمريكا وكندا والمكسيك في أيلول المقبل وحتى حزيران 2025، وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة بشكل مباشر إلى مونديال 2026. نعم يا عمار. منتخب العراق يعني في مجموعة صعبة، في مجموعة نحسها أنه هي يعني شلون ما نقولها بالبداية أنه بها صعوبة، باعتبار أنه أغلب المنتخبات هي تريد تثبت نفسها وتريد تثبت تواجدها حتى توصل بالبطاقة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم. ولكن الموضوع مو بالسهل، بس منتخب العراق إن شاء الله مع الجماهير راح يكون بالصورة المميزة حتى نظهر بشيء لائق وشيء مميز وننطلق لكأس العالم بكل سهولة إن شاء الله. نعم، وبهذا طبعا أكيد نتحدث عن موضوع منتخبنا وبتأهله. نستضيف معنا داخل الاستوديو أكيد ضيفنا الكابتن المميز كريم محمد علاوي. مرحبا بك وصباحك خير وكل الهلاكات. صباح الخير عليكم جميعا وعلى المشاهدين الكرام. يا مرحبا بك كابتن، نورتنا كل الهلا. بداية احنا اختتمت الحديث عن موضوع القرعة، شلون شفت القرعة، شلون كانت وتواجد العراق بهكذا مجموعة مع فرق مميزة منها كوريا، الأردن، عمان، غيرها، فلسطين، الكويت، شلون تشوف مشوار المنتخب العراقي بهذه المجموعة؟ أنا خليني أقول لك نظرة عامة ونظرة خاصة. النظرة العامة من نشوف العراق بمجموعة
كوريا، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت. تمام. المشاهد أو الجمهور من يشوفها يقول مجموعة سهلة. تمام. لكن ماكو شيء سهل بهذه المرحلة، لأن كل الفرق توصل إلى كأس العالم. صح. كأس العالم يعتبر من يعني أعلى البطولات أصعب اختبار للمنتخب. كل لاعب وكل منتخب يسعى أنه يلعب بهذه البطولة. تمام. فلهذا نقول إحنا ماكو شيء سهل. يعني أحياناً الفرق الصغيرة تغلب الفرق الكبيرة. مثل ما حدث ببطولة أمم أوروبا. أمم أوروبا الفريق الجورجي استطاع أنه أول مرة يشارك. صح. استطاع أنه يتأهل الدور الثاني. فالتصفيات دائما تكون هناك يعني مفاجآت. صح. يعني لكن اللي أشياء غير متوقعة. غير متوقعة. لكن لو كانت يعني كتجمع كل الفرق تلعب في مكان واحد ممكن يكون سهلة. لكن الذهاب والإياب يكون صعب، لأنه ممكن تفوز في أرضك. صح. وتروح تخفق تخسر في الأرض المنافس. فلهذا هاي الصعوبة. ونشوف أن ثلاث منتخبات من الستة هي سبقا شاركت بكأس العالم. الضيف الدائم هو الكوريا. كوريا. وإحنا مرة واحدة، والكويت مرة واحدة، حتى فلسطين ترى بأمم آسيا الفريق المميز كان فريق فلسطين. صحيح. فريق فلسطين ما يستهان به. صحيح. وأغلب لاعبين في المنتخب الفلسطيني ترى يلعبون بالدوريات المحترفين. صحيح. فعلا محترفين. يعني أغلبهم بأمريكا اللاتينية. صحيح. حتى نوعية أجسامهم الموجودة من تقارنها، نتكلم بصراحة، من تقارنها كأجسام بدنية مع العراقيين، فتشوف الأجسام تحسك فوارق بيناتهم. فوارق. يعني أجسامهم أقوى. زي. حتى الأردن. كنا نلعب مع الأردن، كانوا الأجسام كلها يعني صغيرة مقاربة لنا. تمام. احنا كنا لميز عليهم. صح. لكن الآن في الفترة الأخيرة خصوصا المنتخب الأردني اللي هو وصيف آسيا. نعم. نشوف حتى القوة الجسمانية البدنية. نعم. أقوى من لاعبينا. يقال إنه الأردن على الرغم من القوة اللي ذكرتها حضرتك وهو وصيف آسيا، الآن هو يعاني من عدم استقرار تدريبي، هو وكوريا. فهذا ممكن يفيد العراق، ممكن يصب في مصلحة المباراة مع الأردن أو كوريا. هي مهدول يعني نتكلم على كوريا. كوريا استراتيجيتها واحدة. يعني أي مدرب يجي هي نفس الاستراتيجية. نفس النمط. يمشون على نفس النمط. تمام. فهذا التأخير ما أعتقد راح يأثر عليهم. يعني من كوريا تبحث عن مدرب لكنه. والأردن. الأردن أعتقد هو نفس يعني المدرب اللي يجي هم بنفس الجنسية وسبق أن تعامل مع نفس المدرب. فنفس الاستراتيجية راح يمشون عليها. نوعية اللاعبين اللي موجودين بكوريا والأردن يعني لاعبين محترفين، خلينا نقول. يعني الفريق الأردني فيه 6-7 لاعبين محترفين بدوريات، يعني هذول يكونوا راح يكونوا مميزين، لأنه يعني سرعة تقبل استراتيجية المدرب الجديد. يعني المدرب لازم هو يتكيف مع المنظومة الكورية. هو يتكيف، مو اللاعبين يتكيفهم على منظومته هو. يعني لأنه يعني الفترة قصيرة. وصعب التكييف. صعب إنه ينقل أفكاره، كل أفكاره إلى اللاعبين. لكن هو يبني. تمام. يبني على أفكار ما موجود ويكمل. على أفكار اللاعبين، على أداء اللاعبين. طيب. فلهذا يكون نقول ما راح تصير هناك فوارق. مجرد رتوش يضيفها على المجموعة حتى يظهر بصورة صحيحة. طيب كابتن، لأن أي تغيير يراده وقت طويل. طبعا لازم يبدأ من الصفر، وهذا الموضوع ليس بالسهل. على هم مستقرين، صار يعني تقريبا سنة ونص مستقرين على نفس النمط، نفس الأسلوب. يعني احنا حتى بالغرب آسيا كان صح مباراتنا معهم صعبة. تمام. حتى ببطولة الأردن كانت مباراتنا معهم صعبة، حتى بالمعلومة آسيا كانت مباراة. طيب كابتن، التقسيمة اللي صارت بين المجاميع الثلاث، ال 18 منتخب اللي صارت المجاميع الثلاث، أغلب الموجودين كمحللين ومتابعين للشأن الرياضي عدوها مجموعتنا أنه هي الأسهل. برأيك أنت كفني، كنظرة فنية، أنت ذكرت النظرة العامة الشاملة والنظرة الخاصة، برأيك كرجل فني شلون تنظر لمجموعتنا؟ وهل العراق، هذا سؤالي من ضمن نفس السؤال، هل العراق راح يخربط أوراق هذه المجموعة برأيك على المستوى اللي وصل له باعتباره هو حاليا 54 كتصنيف؟ يعني من نقرأ الأسماء الدول بالمجاميع مجموعتنا صح هي الأسهل. تمام. لأنه من قارن يعني رؤيتك هي الأسهل. المجموعة الأولى بها قطر، بها أوزبكستان، وبها إيران. تمام. يعني ثلاث فرق صعبة. يعني من قمة
الفرق الآسيوية. صحيح. من قارن المجموعة الثالثة بها يابان وأستراليا والسعودية. بحرين يعني والصين وأندونيسيا. البحرين والصين. تمام. يعني أندونيسيا، أندونيسيا الفرق اللي. تمام. يعني حتى بالفترة الأخيرة إحنا من الصعب كنا. صح. واجهنا صعوبة من عبرنا. من عبر حتى بالموضوع بالأولمبياد. صح. الفئات الأولمبية. صح. يعني صعبة فزنا عليها. العراقي خربط المجموعة كابتن. يعني ما أعتقد يحدث ما حدث بأمم آسيا إنه الفريق العراقي فاز على الفريق الياباني وخربط كل الأوراق. يعني من يعني هم راح يصير خربطة طيب الأوراق، لكن لكن ممكن يعني إحنا نشوف التصفيات الأولية راح فريقين يصعدون الأول والثاني مباشر مباشر. الثالث والرابع من كل مجموعة راح يتقون يصيرون 6 فرق. وين نشوف العراق بالأول والثاني لو راح يلعب على أنا مقيم. أشوف إذا ما صعدنا بالمجموعة الأولى صعب المجموعة الثانية، لأن الفرق راح تكون أقوى. ندخل بحسابات معقدة. هذا الإعداد السهل هذا اللي عدوا إنه هذه المجموعة سهلة برأي المحللين والفنيين، هل سيشكل هذا بالعامل النفسي للاعبين والكادر التدريبي؟ هل سيتعامل كاساس مع هذه المجموعة كسهلة؟ ماكو شيء سهل، كل مدرب ما عنده فريق سهل وفريق صعب. نعم. كل الفرق يجب أن ينظرها لها نظرة واحدة، يعني كأساس من يلعب ويا فلسطين يلعب ويا عمان يلعب ويا الكويت نفس ما يلعب مع كوريا. نعم. نفس ما يلعب مع الأردن، نفس التحضير ونفس يعني احنا هالتصفيات الأخيرة لعبنا فيتنام واندونيسيا وفلبين كلهم نقول عليها فرق ضعيفة. تمام. لكن فترة الإعداد وفترة التحضير هي كانت نفسها. تمام. ما تغير شيء بيها، كل الفرق عديناها بنفس الإعداد. نعم. وما ننظر فريق اليوم فريق نابيا كوري لازم نتحضر له بشكل ما يختلف عن فريق العماني او الفريق التصور هذا يكون أكيد. هذه الراحه اللي يحضرها اللاعب للمباراه وهو مرتاح نفسيا بقدر مثلا الخصم هو سهل، هذا عامل سلبي للاعب، هذا اللي اقصده اني، هل سيرتاح اللاعب يعني بسبب مثلا هذه الاراء هسه المتداوله انه احنا هذه المجموعه الاسهل وهذا الفريق السهل وهذا الفريق السهل؟ تقصد انه راح يكون رخاوه عند اللاعبين؟ نعم. يرتخون هذا مسؤوليه الاعلام. يعني بالضبط يعني عزل الاعلام هو الان له دور كبير جدا. تمام. يعني من نقول مجموعه سهله مجموعه سهله مجموعه تمام. سهله راح يؤدي اللاعبين شنو اللاعبين راح يديهم نوع من الاسترخاء، لكن من شد ازر اللاعب تمام الاعلام دائما يكون مباراه لانه نهائيه، ماكو شيء سهل ماكو شيء سهل. نعم. اللاعبين الجدد يعني دائما حضرتك من اقول لك اليوم عندك هالبرنامج سهل 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 راح تستسهل الموضوع باسترخاء. تمام. نعم. بس من اقول لك برنامج لا مهم برنامج اسمه تقوم تفكر به اكثر من بالضبط، وهذا اللي دي يصير اليوم الشحن اللي زاد هسه اللي شفناه بمواقع التواصل الاجتماعي عن مباراه الاردن والعراق ورد الثأر اللي حصل ببطوله كاس اسيا. صح. هذه المواضيع المتداوله بالسوشيال ميديا يعني هاي حتكون ورقه ضغط اكثر على اللاعبين على المنتخب. الاعداد النفسي هو اعطي مصطلح جديد، الاعداد النفسي والاعلامي. تمام. مهم جدا في هاي الفتره جانب اساسي، يعني خلينا ننسى مباراتنا النهائيه مع عمان بطوله الخليج. تمام. صح. لان كان بها تجارب ايضا وتنافس كبير جدا. صحيح. ننسى مباراتنا مع الاردن والتنافس اللي صار والشحن ما بين الجمهور، هاي كلها لازم ننساها لانها راح تاثر. طيب. سلبيا على اللاعبين مو على اي واحد. طيب كابتن زايدني انه من الممكن انه احنا نستغل الضغط عكسي على المنتخبات اللي راح تلعب امامنا باعتبار انه احنا راح نلعب داخل اراضينا ولاول مره، وهذا ضغط الجماهير اللي شفناه بالبصره نستغله بجانب عكسي حتى احنا نكسب المباريات اللي تكون على اراضينا ونستغل نقاطها، بالاخص المنتخبات تكون عربيه فتفهم بلغه التشجيع. هاي التصفيات الاولى على مدى تاريخ الفريق العراقي انه يلعب على أرض. على أرض التصفيات يعني. صح. أنا شاركنا بكأس العالم ما لعبنا ولا مباراة على الأراضي العراقية. تمام. يعني أنا تقريبا شاركت بثلاث دورات تصفيات كأس العالم ولا مباراة لعبنا في كلها خارج العراق. كلها خارج العراق. تمام. اللي جو بعدنا نفس تمام. العملية هاي الدورة الوحيدة اللي كان مباراة راح تكون داخل العراق. يجب أنه نحفز الجمهور نحفز. صح. الجمهور التشجيع السهل، ما نحفز الجمهور نستفز الفريق المقابل. صح. لانه هاي رده فعل للفريق المقابل راح يصير استفزاز تشجيع ايجابي، هذا الاستفزاز ينقلب نقطه قوه لهم. صحيح. وراح يكونون دائما هم يعني انا من
الامور اللي كنت اتمناها انه نقع مجموعتنا ويا اكبر عدد ممكن من الفرق العربيه. صحيح. لانه ضغط الجماهير ما شفناه ببطوله الخليج على الفرق الخليجيه كان كبير جدا. نعم. صح. وكان عامل ايجابي للعراق وعامل سلبي للفرق. نعم. المقابل. يعمل للعراق الف حساب على الجمهور. يجب انه يعني نستغل هذه الميزه اللي عامل الجمهور وانا اعتبره تصفيات كأس العالم. صح. الجمهور اللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12. نعم ذكرت قبل قليل ممكن انه اذا ما تأهل بهذه المجموعه صعب يتأهل بالمجموعه الثانيه العراق، هل برأيك هو حيتأهل بهذه المجموعه يعني؟ يعني انا كتوقع انا اقول من من من, من كنا التصفيات فريقين يصعدون من اسيا صعدنا احنا. من صارت أربعة ونص ما قدرنا نصعد، من صارت ثمانية ونص يجب أن نصعد. صح. يعني من توسعت القاعدة بعد يعني أحسن بقى. فرصة للفريق العراقي يشارك بكأس العالم مرة ثانية بهذه المرة. تمام. لأنه ثمان فرق ونص تقريبا، خلينا نقول نص نعوفه لأنه نص صعب حقيقة، غير لأنه راح تلعب مع فرق أقوى من عندك بكثير، لكن الثمان فرص يجب أن نستغلها نكون أحد الفرق المتأهلين إلى نعم. لكن هذا يحتاج تعاون من قبل الجميع. يعني كل الدولة تعمل لهذا الشيء، دعم فريقها. تمام. جمهور الدولة الدعم لا محدود، وهو الآن الدعم لا محدود للرياضة بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة. الأخ السوداني ما مقصر بهذا الجانب، الحكومة ما مقصرة، وزارة الشباب أيضا، اللجنة الأولمبية، الكل دعم، لكن يجب ان يكون تكاتف والدعم الاعلامي. لكن نقطه مهمه، التكاتف المهم انا اعتقد راح يعيقنا هو موضوع الانديه. الانديه الان تفكر انه يجب انه تفرغ لاعبيه للنادي. نعم. انا اقول يجب ان يكون الانديه نكران ذات. تمام. يعني ينسون الانديه حاليا، يجب ان ننسى الانديه. اكو تزامن بين الدوري الموسم الجديد والتصفيات، هو التداخل هذا. نعم. هو هذا المقصود حاليا، التداخل اللي راح يصير. يعني نعم. مباراتنا احنا الاولى 4/9 كل الانديه عندها داخله معسكرات استدادا للدوري اللي هو 21. صح. 21/9. نعم. فقول لك انا ما فرغ لاعبيني قبل 10 او 15 يوم. هذا ما اشكل عليه كاساس يوم امس، هو من سالوه على رايه قال لهم الموضوع ليس بالسهل للمنتخب العراقي، ولكن موضوع تفريغ اللاعبين وموضوع انه راح يكون استعداداتنا ومبارياتنا راح تكون مع بدايه الدوري، فهذا راح يكون اشكال. كابتن انا اريد اسالك على شيء، ودائما ما احنا نتداوله كمتابعين، كاساس دائما ما يجرب اللاعبين بكل مباراه بكل بطوله، هل سيستقر على التشكيله نفسها اللي دخل بيها الاسيويه ام راح يستمر بهذا التجربه، والى اين سيستمر بتجربه اللاعبين؟ شوف الكل يقولون كاساس ما مستقر، لكن كاساس مستقر. تمام. التغيير وين ده يصير؟ التغيير ده يصير من ضمن تقريبا 30 او 32 لاعب. ما ده يدخل لك خمسة لاعبين جدد. يعني من بطوله الخليج، بعد زين. بطوله الخليج زين. يعني بطوله الخليج غير بيها هواي لانه صار تغيير. خلينا نقول من التصفيات وما سبقها ومباراه تجريبيه، شوف يعني مختصر على مجموعه محدده من اللاعبين. طيب. يعني ال 15 او 16 لاعب هو مستقر. يعني حتى احنا لو نتابع بالعالم كله نشوف هذا التغيير موجود. يعني شوف المدرب لهذه المباراه التجريبيه والمباراه الدوليه يختار مجموعه معينه. زين. شوف المباراة الثانية يغير واحد اثنين ثلاثة. تطعيم يعني قصدك يطعم. أكيد أكيد. زين. لأنه على ضوء المتغيرات اللي تحدث، ممكن عندك يصير إصابة، ممكن يصير عندك غياب لأي سبب، ممكن يصير حرمان، ممكن لأي أسباب ثانية، لكن ما يطلع عن الإطار العام للاعبين. يعني الآن التصفيات. زين. واللي حتى مال آسيا والتصفيات الثانية. زين. لا كم أحد دخل بالمنظومة الجديدة؟ هواية دخل. تمام. لا يعني كجدا عن اثنين عن 30 لاعب ما دخل لاعبين جدد. تمام. انت تقصد بها كتشكيله هو مجرد بس يطعم الرجل، اما كمنظومه كامله فهو تغييراته. ماكو واحد يستقر، مدرب يستقر على 10 لاعبين او 11 لاعب يعني مده سنه كامله. صح. يعني تابع حسب بطوله امم اوروبا. تمام. تشوف الفرق كلها مستقره، يسحب لاعب ويدخل لاعب. تمام. اكيد. لكن تمام. هو عنده نظره عامه، من هذه النظره العامه. طيب. هي اللي
طيب كابتن، ارجع للبصره واجواء البصره وجماهيرها، وشفنا كل العراق زحف للبصره حتى يآزر المنتخب، برايك راح يكون نفس الجماهير اللي شفناها بكاس الخليج وبنفس الدعم ايضا بنفس التشجيع؟ اعتقد راح يكون اكثر. ليش تشوفها؟ يعني من شفنا بطوله الخليج، بطوله الخليج يعني مو مهمه بقدر ما اهميه نعم. كاس العالم ولكنها فرحه كانت كبيره، اكيد تجربه جديده. نعم لعبنا مع فرق يعني خلينا نقول باقل مستوى، اقل مستوانا، شوف الملعب تمام مليان، يعني على كيف يكون راح يكون يعني هاي فرصه انه تتاهل لكاس العالم، اكيد الزخم الجماهيري يكون تنافسيه على اعلى مستوى، يعني انا اعتقد اخذوا النظره على المباراه الاخيره للمنتخب انه ما حضر الكثافه الجماهيريه العاليه يعني من 70,000 متفرج حضروا تقريبا 30. تمام. ما كانت مباراه يعني مهمه، المباراه الاخيره مع اندونيسيا ما كانت مباراه مهمه، وايضا كانت ظروف غير مناسبه، صحيح يعني جو الحار وغيرها، امتحانات كانت موجوده، نعم وايضا جو حار بالضبط، جو الحار، جو الحار ايضا وقت المباراه يعني قل من حضور الجماهير، لكن اكو شيء مفرح، التذاكر كانت نعم. شوي بها صحيح. بها نوع من الغلاء، اكو شيء مفرح انه احنا دائما انا اعتبر انه ارض البصره هي ارض الحظ بالنسبه لمنتخبنا، يعني ما اذكر انه اكو مباراه بالبصره وخسرنا بها واخفقنا بها، فلذلك هذا الشيء كونك كنت مدافع بالمنتخب، احنا عندنا اصلا اكو مشكله بالدفاع بمنتخبنا، وهذا ما حصل وشاهدناه بالمباراه الاخيره وبالاخص باسيا، ببطوله اسيا الهدفين اللي صارت بمباراه الاردن كان كله خطا دفاعي، شلون نعالج هذه المشكله؟ العلاج صعب، نتكلم بصراحه. تمام. ليش صعب؟ لانه المشكله مو فقط بالمنتخب، المشكله بالانديه. تمام. كل السلبيات اللي تحدث بالدوري تنتقل وين؟ للمنتخب. للمنتخب، هالشيء طبيعي، والايجابيات ايضا تنتقل للمنتخب. فالمشكله الرئيسيه يجب ان نبحثها باي اسلوب، لانه كل الفرق الان اللي الدوري الممتاز نتكلم، يعني ما عدا العفو دوري نجوم العراق اللي 20 فريق، 20 فريق عندهم بكل فريق 6 محترفين، بكل بهذا المركز خصوصا، هو احنا مشكلتنا وين؟ بقلب قلب الدفاع. تمام. قلب الدفاع. تمام. المحترفين دائما متواجدين وين؟ في هذا المكان. تمام. فما تصير فرصه قصدك يشترون اللاعب الجاهز، ما يطورون لاعب محلي، ما يطور اللاعب حتى نستفاد منه بالمنتخب، ما تصير فرصه للاعب العراقي انه يبرز في هذا المكان. تمام. يعني هلا لو تسوي انت احصائيه يشوف اللاعبين المحترفين الموجودين اغلبهم محصورين في قلب الدفاع. طيب. واللاعبين العراقيين طيب ككريم محمد علاوي، من تشوف اقرب اللاعبين اللي بمركزك لكريم محمد علاوي السابق، اللاعب اللي كان تحرث الارض انت رايح جاي ما شاء الله عليه، ما شاء الله كلهم جيدين يعني. زين لا اعطيني سمي لي اكو احد تشوفه صعب يعني كلهم، يعني مهدي كريم كان جيد، مهدي ما شاء الله عليه، حيدر كان حيدر جيد، محمود حيدر محمود تمام، الان طلع عندنا مصطفى سعدون، طلع عندنا حسين علي، كلهم لاعبين جيدين. حسين علي شفت مستواه الاخير وهذا تسجيل الهدف، نظرته حلوه يعني مو تقول مساك يمين، وهي النظره الصحيحه اللي انت لو تقارن هدف حسين علي زين مع هدفي زين على الكويت، انت ما شاء الله عليك اهدافي بالتصفيات اللي وصلنا بها الاولمبياسيون تمام، بنفس الطريقه، نفس المكان ونفس الزاويه زين، يعني مقارب جدا، يعني هسه انا اخذتها من عندك، شوف هاي سحبتها منك، سحب ان حسين علي هو الاقرب حتى بالتهديف، سبحان الله يعني كل بس هو زين نفس يعني المركز نفس الهدف، حسين نفس الفائده من الهدف، يعني خلينا نقول من يوم اللي انسحب المنتخب ولحد هاي اللحظه هو مستوى ثابت، اي ما شاء الله عليه، يعني نتكلم الواقع صح. ايضا مصطفى سعدون بالتصفيات الاولمبيه مصطفى مميز، كان مميز لكن مع الجويه كان، بس حسين فرض اسلوبه، فرض اداءه بشيء مميز، حسين بحكم انه حسين متاسس صح، صحيح هو هذا الفارق، هذا الفارق اللي عندنا، هو الناس تشكل، ليش تشكل انه الفريق المحلي والمغترب، انا ما احب اسمي مغترب، انا احب اسمي المحترفين، محترفين لان كلهم كنا عراقيين، ما عندنا واحد صحيح مغترب، اولاد البلد كلهم صحيح، يعني حتى باي بلدان العالم يشوف واحد عايش الظروف هي حكومه العالم، الظروف تحكم يعيش برا، فنسميه اللاعب المحترف تمام، هذول كلهم هم صغار تاسسوا على الشيء الصح، تاسسوا على المهاره الصح، يعني بحكم انه برا اكو
اكو القاعده تحت البنيه التحتيه تدرج لا البنيه التحتيه جيده نعم. جدا تمام. مدربين جيدين لانه بهاي الفئات العمريه الصغيره ما يجيبون واحد اذا ما يكون مدرب على صحيح مستوى عالي نعم. وما يجيبون مدرب اذا ما يكون لاعب منتخب يضيف للاعب يضيف أكيد. للاعب لانه اللاعب ذول الصغار اكيد وما احنا نسميهم طيب ما بدينا نشوفها داخل العراق كابتن يمكن انت او حتى منيا لانه باعتبار الاكاديميات الرياضيه اخذت مساحه جيده كاكاديميه عمو بابا وريال مدريد يعني انا حتى ما اسميها مسميات تعتبر ما عندنا اكاديميه ما عندنا اكاديميه ماكو شيء ما عندنا اكاديميه ماكو تاسيس صحيح ما عندنا تاسيس صح لانه البنيه التحتيه اساسا ما موجوده نعم وما بدنا نعتمد على الشيء الصح لانه هذا الصغير يحتاج ملعب جيد يحتاج استمراريه دعم استمراريه اعتناء جيد دعم يعني يعني ابسط الاشياء يمكن يلعبون وهم يمكن بالاجواء الحاره يعني نعم. الدوري الان الدوري نفتقر لكل المقومات الصحيحه لنجاح اللاعب دوري الاشبال اتكلم عن دوري الاشبال خلينا نكون اقل فيه دوري الاشبال يعني يلعبون بدرجه حراره 50 يلعب الساعه 5 يلعب الساعه 4 ونص يعني احدى مباريات الدوري صارت 10 ونص الصبح اوف مزعج يعني ماكو تدرج صح ماكو ماكو بناء صح من اجل يعني احتضان لهذه الموهبه ما متوفره لا عندنا موهب احتضان لهذه الموهبه عندنا موهبه لكن الاحتضان ما ممكن الرعايه ما موجوده نعم هذا اللي اقصده الرعايه ما موجوده نصيحه اليوم كلاعب سابق اليوم احنا اللاعبين بمهمه صعبه صراحه فرحه العراقيين كلها على عاتقهم شنو هذه النصيحة اللي تقدمها للاعبين اللي ممكن هذه النصيحة تعرف الكلام الإيجابي اليوم يحملوه معهم إلى أرض الملعب؟ يعني نصيحتي يعني للاعبين لما داخلين على تصفيات إنه ينسون شيء اسمه تواصل الاجتماعي. نعم. لأن هذا التواصل الاجتماعي الآن يأثر على اللاعبين بصورة على الجميع وأخر. كابتن على الحياة العامة يأثر على كل شيء صحيح. لكن تأثيره يصير على الرياضي هذا الرياضي. شوف اذا دخل المباراه وهو بحاله نفسيه غير جيده راح ياثر عليه ياثر صحيح تفكيره فيجب ان نكون داعمين لهذول اللاعبين دائما حتى ان كانت عندهم سلبيات فالسلبيات نبعدها الى ما بعد التصفيات طبعا. يجب ان يكون دائما مساندهم جيبا ننقلهم الاشياء الايجابيه وليس السلبيه طبعا. حتى ان كان اداء بالدوري غير جيد المفروض احنا ندعمه لانه الدوري يختلف كثير من اللاعبين الان شوف مستواه بالدوري شكل وبالمنتخب شكل تمام. شكل اخر نعم. فيجب ان يكون الجميع يعني متعاونين من أكيد. اجل انه هذا ما نتمناه اكيد يخلق جو ايجابي لهذول اللاعبين الكابتن كريم محمد علاوي سعيدين وانت بقمه العطاء كنت في ذاك الزمن الجميل وبهذا الاناقه و الترتيب كإضافة لبرنامجنا الصباحي ضيف مميز جميل أنيق بكل أحوالك بكل أوقاتك شكرا لحضورك شكرا لتواجدك خليك معانا أنت راح تنتقل معانا ويا منيا نشوف انتقالتها وين راح تكون نروح إلى فقرة جيم مع الكابتن حيدر عزيز صباح الحيويه والنشاط صباح الخير شباب وياكم الكابتن حيدر عزيز واليوم راح ان شاء الله نشرح لكم على عضله الصدر الاعلى تشيست بالتمرين الحر اللي هو بالبار الوضعيه هاي تكون هالطريقه هاي صعود يكون نزول اعلى الصدر نزل هالمنطقه اعلى الصدر انا ما اريد هنا انا ولا اريد هنا اكثر اللاعبين هنا ياخذوا اعلى الصدر لان احنا اصلا شغله هذا التمرين اللي هو اعلى الصدر هذه المنطقه ناخذ بهالطريقة ما اريد بسرعة اصير نزول بطيء والصعود بهالطريقة هاي ما قلنا على الصدر لانه راح تاخذ اصلا حد يسوي اصابات عندك يسوي عندك اصابة بالمفصل اي حركة غلط مفاجئة تسوي عندنا هالوضعية هاي نزول بطيء عاد تبقى عندك مثلا عملية الوسط العريض العرض ناخذ بيه يلا خذها ارجع شكرا شباب ان شاء الله كل استفادتكم من هذا التمرين راح نبدا وياكم شباب هسه بتمرين اخر من عضله الصدر اللي هي بالدمبلس المستوي هذا التمرين راح ناخذ به اكثر من زاويه راح ناخذ به الدمبلس الاعتيادي الدمبلس البنج المتقابل والبنج الاعتيادي والبنج الملتوي هالطريقه هذا يصير اللاعب نسبه كلها مستند على المصطبه المستوي هسه عندنا هذا البنج الاعتيادي المستوي
احنا ناخذ بها الطريقه، ماكو يطبق دمبلص بدمبلص يصعد بهالطريقه، يقرب بس مجرد يعصر هاي المنطقه من ياخذ. اوكي هالطريقه هاي، هذا البنج الاعتيادي المستوي. هسه راح ناخذ المتقابل، البنج ايضا المستوي المتقابل بهالوضعيه هاي، يتقرب دمبلص عند دمبلص بس ما تاخذ دمبلص دمبلص بهالوضعيه هاي. النزول مستوى الصدر والصعود اعلى، هذه الطريقة الصحيحة لأداء هذا التمرين، هذا اللي يستهدف عضلة الصدر المستوي. هسه عندنا الملتوي نفس الوضعية، ضغط البنج الدمبلص المستوي الملتوي، هالوضعية هاي بالنزول للأعلى، يفترض الدمبلص عندنا يلتوي للأعلى، هذه الطريقة الصحيحة لأداء هذا التمرين. هالوضعية هاي ثلاث زوايا الأساسية لهذا التمرين. هسه عندنا الفتح الدمبلص المستوي نفس الوضعية، حيكون أقل دمبلص الفتح المستوي هالطريقة، شوي يصير كسار بالإيد، يعني مو يكون عدلة ولا كلش كسار، بس شيء بسيط. هالوضعية هاي حلو، النزول يسوي مستوى الصدر، المصطبة اللي أنت أصلا نايم عليها تأخذ بيها، الطريقة الصحيحة أداء هذا التمرين اللي هو الفتح دمبلص مستوى. إن شاء الله تكونوا استفادتوا من أداء هذه العضلة، شكرا شباب. نعم شكرا للكابتن حيدر عزيز. عمار موضوع الجيم، والله موضوع الجيم هو أنا دائما ما أقوله، وأني من المتكاسلين للأسف يعني بهذا الجانب، أنا مقصر بحق نفسي، لأنه موضوع الجيم هو شيء صحي، هو حتى ترويحي حتى نفسي، كل شيء كل الجوانب متعلقة بالجيم، لأنه أنت ساعة ضايج ما مرتاح نفسيا مثلا، عندك اشكال غيره. انا اشوف اغلب اللاعبين من اروح على الصالات الرياضيه اشوف يفرغ كل طاقته، كل الشحنات، كل السلبيه اللي عنده يفرغها بالجيم، باعتبار انه هي مكان متنفس وحيد، وشوفيهم الاغلبيه يخلي السماعات الايربود ويطلع ينطلق بالجو، فرغ هذه الشحنات السلبيه، فبتسأله يقول لك انا حتى اعيش جو. هو هذه فائده وجود الرياضه، الرياضه هي طاقه ايجابيه بالكامل. يعني احنا اليوم نشوف اذا يعني ما موجودين مثلا، احنا ما نمارس الرياضه بشكل دائم، نشوف اكو كبت طاقه سلبيه موجوده عندنا، فلذلك الجيم وايضا المسبح وجوده مهم جدا لحتى نفرغ هذه الشحنات اللي ممكن هذا الضغط اليوم اللي يكون بالعمل بالحياه، احنا نفرغه ونفرغه بالرياضه، وهذه هي فائده وجود الرياضه صراحه. فعلا تفريغ الشحنات السلبيه طاقه سلبيه هذا شيء مهم لكل الرياضيين، هذا اولا. اما ثانيا فهو موضوع الاصابات والابتعاد عنها وتنسيق الجسم وتعديلها وترتيبها، هذا شيء، وهذا هذه صراحه صحيح. الرساله موجهه الى صالات الجيم، احنا لازم اكو مراقبه على اللي يعملون بالجيم كمدربين، لان المدربين اذا ما هم مختصين بالرياضه والاصابات، موضوع الاصابات لازم ما يعملون. ليش؟ لان هذا كتابه الكورسات، اكو مثلا انا ما يناسبني هذا الكورس وهذا الجهاز المعين، هذا حيسبب لي اصابه. اغلب الاصابات يا عمار تلقاها بصالات الجيم تحدث اكثر من قاعات الملعب. تمام. فلذلك احنا نشاهد انه وجود مدربين غير صالحين للعمل. تمام. هذا سيشكل عامل سلبي ايضا على اللاعبين عندنا. اما الان فنشوف
المستعد للفقرة القادمة واللي هو اليورا. احنا سولفنا على موضوع الجيم. صباح الخير يا نبا. صباح الخير. احنا سولفنا على موضوع الجيم والاستعدادات وغيرها. انت سولفي لي على استعدادات اليورا باعتبارها بطولة مهمة واحنا نريد نتابع بطولة مهمة. كل الاشخاص وكل الناس ينتظرون هاي البطولة حتى يشجعون منتخبهم المفضل. وانا اعرف الرياضيين متابعين بعد كأس العالم يعني. اعرفكم متابعين جيدين. من المنتخب بطولة امم اوروبا هي بطولة مهمة جدا بعد كأس العالم يعني. من شجعت؟ طبعا المانيا. قلبا وقلبا مع المانيا في كاس العالم وبطوله امم اوروبا المانيا يعني. انا كل ما هو مدريدي جميل وين ما يكونون مدريديين اني وياهم يعني على كريستيانو على تركيا اردوغان البرتغال البرتغال يعني. لكن هاي بطوله تفتقد الى ارجنتين يعني بس هاي مو باعتبارها هي على هي اي يعني بس فقط تلعب كوبا امريكا حاليا هي تلعب كوبا امريكا. تمام. الارجنتين تلعب في كوبا امريكا والمنتخبات الأوروبية تلعب في بطولة أمم أوروبا. أخبار كثيرة ألش. ومهمة يا عمار ومنيا. راح نتحدث عن المنتخبات اللي تأهلت لدور 16 لكن بعد الفاصل نبدأ فقرة اليورو. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى في فقره اليورو. اليوم راح نتحدث عن المنتخبات اللي تاهلت الى دور 16 من يورو 2024. المجموعه الاولى اللي هي المانيا وسويسرا، والمجموعه الثانيه اسبانيا وايطاليا، المجموعه الثالثه انجلترا والدنمارك وسلوفانيا، المجموعه الرابعه النمسا وفرنسا وهولندا، المجموعه الخامسه رومانيا بلجيكا وسلوفاكيا، المجموعه السادسه البرتغال تركيا وجورجيا. ايضا تحدد مواعيد وملاعب مباراة ثم النهائي بطولة أمم أوروبا. تسلح ألمانيا بالأرض والجمهور أمام الدنمارك العنيد، وتجمع موقع مثيرة بين فرنسا وبلجيكا. فرنسا المرشحة بقوة للفوز بلقب مع منتخب بلجيكا القوي بكامل نجومه وعلى رأسهم كيفن دي بروين وروميليو ودوكو، كما تختبر إنجلترا قوتها عندما تواجه منتخب سلوفاكيا، ويلعب منتخب إسبانيا الأفضل في دور المجموعات والوحيد المتأهل بالعلامة الكاملة ضد منتخب جورجيا صاحب التأهل التاريخي بالفوز على منتخب البرتغال. أما المباريات لهذا اليوم اللي راح تكون مبارتين لهذا اليوم، المباراة الأولى بين إيطاليا وسويسرا الساعة 7 والمباراة الثانية بين ألمانيا والدنمارك. يواجه منتخب إيطاليا نظيره منتخب سويسرا اليوم في المباراة التي ستجمع بين فريقين ضمن منافسات دور 16 في كأس أمم أوروبا، وتقام المباراة بين منتخب إيطاليا وسويسرا في الساعة 7 مساء بتوقيت بغداد. وقد تأهل منتخب إيطاليا للدور ثم النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب سويسرا لهذا الدور بعد احتلاله وصاف مجموعته أيضا برصيد 5 نقاط. أما المباراة الثانية اللي راح تكون اليوم بين ألمانيا والدنمارك في الساعة 10، يتطلع المنتخب الألماني لمواصلة كتابة قصته الخيالية الصيفية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024، عندما يواجه المنتخب الدنمارك اليوم على ملعب سينغال في دور 16 من بطولة المقامة حاليا على الأراضي الألمانية. ورغم الشكوك التي كانت تحوم حول قدرة المنتخب الألماني في المنافسة على اللقب قبل انطلاق البطولة، نجح في اكتساب ثقة جماهيره بعدما قدم عروضا قوية في دور المجموعات. واستهل المنتخب الألماني مباراته في البطولة بالفوز على منتخب الاسكتلندي 5-1، ثم فاز المنتخب المجري بهدفين نظيفين ليضمن تأهله لدور 16، بعدما تمكن من الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى على مجموعته الأولى عفوا بعدما تعادل في الوقت البدل الضائع أمام المنتخب السويسري في المباراة الجولة الأخيرة هدف مقابل هدف. نعم مشاهدينا، اليوم اللي راح يفوز راح يتأهل إلى
المباريات أو النصف القادم من بطولة أمم أوروبا. اللي راح يخسر اليوم راح يودع بطولة أمم أوروبا. هذا اليوم كان في حزتي في بطولة اليورو وعودتي إلى عمار ومنير. شكرا للتوفيق للمنتخب اللي أنت تشجعيه ألمانيا، فريق قوي ولكن ما ظهر بالمباراة الأخيرة بالصورة الجيدة. نعم. أما إيطاليا فصعدت بآخر اللحظات بعد فوزها فوز بشق الأنفس كلش. احنا المنتخبات انا دائما اقول المنتخبات العالمية القوية دائما ما تواجه صعوبة بالصعود، ولكن بعدها الاستمرارية راح يأدون بصورة حلوة. من الممكن ان نشوف احد الفريقين من نعم يجوز يا عمار في بطولة المجموعات يكون حساب انه اذا تعادلت في هذه المباراة اكون مباراة افوز بها، لكن بعد الدور 16 والنصف والربع والنهائي والربع راح تكون انه المباراه اما فوز او خروج من المباراه يعني من البطوله. نعم. اليوم تمام. اسبانيا تتنافس وتتقاتل على البطوله، فرنسا ايضا، بلجيكا، انجلترا، المانيا. بالتوفيق لكل المنتخبات، اهم شيء عندك ان شاء الله المانيا. شكرا لكم كل التوفيق. شكرا لك يا انا بعوده معاكم احبتنا متابعينا الاستوديو صباحكم رياضي. انتقالتنا راح تكون مع اختتام تصفيات المنطقه الجنوبيه لفئه الاشبال المؤهله لنهائيات العراق مع أحمد يونس، نتابع سويا وراجعين. أنهت أندية المنطقة الجنوبية لفئة الأشبال بكرة السلة تصفياتها المؤهلة لنهائيات العراق، والتي جرت منافساتها بضيافة الاتحاد الفرعي للعبة في ذي قار بمشاركة أندية الرميثة من المثنى والنعمانية من واسط ونادي الفرات من ذي قار بعد انسحاب ناديي البصرة وميسان. وتأتي هذه البطولة في مسعى من الاتحاد المركزي للعبة لأجل تطوير القواعد السلوية للأندية. الأهداف المرجوة من هكذا بطولات للفئات العمرية تقريبا يعني تحقق من 60% لظروف الأندية المادية وتخلف محافظتين بعدم الحضور، هذا له تأثير بالتأكيد. حسنا فعل الاتحاد بإقامة بطولات لأعمار مواليد 2010 صعودا، هذه الفئة لم تقم لها بطولة على مدى عام. لاحظ أن أكثر الفرق تخلفت عن الحضور مع الأسف. المستوى العام للبطولة كنا نطمح لأفضل، الشيء المتميز به فريق الفرات، نادي الفرات من الناصرية فريق متميز، فريق النعمانية جيد جدا. عناصر الموجودة فريق الرميثة أغلبهم مواليد 2011 12 13 هذا شيء ممتاز يحسب لنادي الرميثة. وأسفرت نتائج التصفيات عن تأهل نادي الفرات أولا، يليه نادي النعمانية بعد إقصاء نادي الرميثة الذي خسر مباراته الأخيرة أمام الفرات ب 53 نقطة مقابل 56. وعبرت الأندية المشاركة عن مدى الفائدة الكبيرة من وراء هذه المنافسات التي تعطي رؤية واضحة لمدى التطور الحاصل لهذه الفئات العمرية، آملين تكرار مثل هذه البطولات. ولدنا تعبنا عليهم، صارنا ثلاث سنتين ثلاثة وياهم من ذيك الفترة لهذه لحد الآن، جو حار وتعب والحمد لله والشكر، وهذا الموجود والحمد لله. رغم خروجنا من تصفيات المنطقة الجنوبية لكن استفادينا، احتكينا بلاعبين. احنا لاعبيننا مواليد 2013 14 و15 والبطولة تعرف انت 2010، بس احنا استفادينا يعني التقينا بخيرة يعني اللاعبين 2010 وفات عمرية واكتسبوا جماعتنا المهارة، واحنا جماعتنا يعني كان مستواهم مو ذاك المستوى حسب يعني اكو بعد نقص عندنا. يعني انا كرئيس نادي جاي ادربهم، لا عندنا مدرب مثلا مال كرة السلة، لا عندنا قاعة تصلح مثلا للتمرين، نتمرن بالشمس يتمرنون هم يعني يفتقرون لهاي الاشياء. وسيحمل الناديين المتأهلين على عاتقهما مسؤولية تمثيل المنطقة الجنوبية في بطولة ستكون أكثر صعوبة. لبرنامج صباحكم رياضي، أحمد يونس، الناصرية. شكرا لي أحمد يونس على هذا التقرير. دائما ما فرق الأشبال والمتقدمين شوية أكثر من عندهم الناشئين وغيرها يعانون من ضعف وإهمال وعدم دعم، هذا بكل الرياضات. احنا حاليا رياضة كرة السلة هي من الرياضات الفرقية اللي تعاني من دعم قليل وإهمال وعدم وجود أرضية جاهزة حتى نبدع. نعم. نعم. ونوصل لمستويات أعلى. للأسف دائما ما تكون الفئات العمرية وهي الألعاب الفرقية بصورة عامة دائما ما يشكلون على كرة القدم باعتبارها اللعبة الفرقية الوحيدة اللي هي ماخذة الحصة والمكان الأكبر بالدعم بالاهتمام بالتشجيع حتى
غيرها، فكرة السلة يعني ضروري انه نهتم بها. نعم عمار، احنا نشاهد هسه مثلا تتجول بالمحافظات وببغداد، نشاهد بس مجرد ملاعب لكرة القدم، ما نشاهد مثلا ملاعب لبقية الالعاب. هذا هو سبب اهتمام المواطنين او كل المحبين للرياضه وافدين الى كره القدم، لكن ما نشاهد وافدين الى كره السله او الطائره. لذلك احنا نشوف ما موجودين، ماكو ملاعب لهذه الالعاب للسله للطائره، على عكس مثلا بقيه الدول نشاهد اكو وجود ملعب السله بشكل منتشر اكثر من كره القدم. يعني مثلا انا عجبني اليوم العب، اروح العب كره سله واطلع، يعني ملعب مفتوح، هذا ما موجود عندنا، ولذلك هذا اللي ياثر به على مستقبل هذه اللعبه. صح، ضروري الاهتمام بهذه الرياضات لانه دائما ما تخلق لنا ابطال واعدين للمستقبل نستفاد منهم في كل الانديه. احنا نشوف دائما ما الانديه تستقطب لاعبين من الخارج محترفين حتى تظهر بصوره جيده، ولكن عندنا لاعبين مميزين يظهرون دائما باناقه بحلاوه بترتيب، ولكن ينقصهم الدعم والاهتمام. وين راح تكون انتقالتنا يا نروح منية؟ لتقرير عبد الفتاح التكريتي يروي حكايته مع الفنون القتالية مع صالح السمري، خلينا نشاهده وراجعين. عبد الفتاح التكريتي شاب من اهالي صلاح الدين، عشق رياضة الفنون القتالية منذ صغره ليحقق عدة بطولات على مستوى المحافظة والعراق واسيا. اسمي عبد الفتاح هادي الرشيد، بطل فنون قتالية محترف. أني من سنة 2014 كان عمري 13 سنة، مواليد 2001. كنت أحلم في أنه أكون مصارع أو أكون ملاكم أو أكون أهم شيء أنه أكون لاعب رياضي في المسيرة الرياضية القتالية. فكان ما كان أكو مدرب أحصل حتى يعلمني حتى أدخل بطولات، بس الحمد لله والشكر قدرت أتعرف على مدرب المنتخب الوطني الكابتن حسين جابر، علمني ودلاني على الطريق الصحيح في الرياضة في البطولات. فكانت أول محاولة إلي في سنة 2019، كان عمري 18 سنة، شاركت في بطولات العراق للمحترفين على رياضة الكيك بوكسين كيوان النظام الاحترافي. هي كانت أول محاولة، كان ضد خصم عراقي بطل آسيوي. الحمد لله قدرت أتغلب عليه في الجولة الأولى بالضربة القاضية. قلة الدعم من قبل الاتحاد والمحافظة دفعه للتفكير بترك هذه اللعبة ليتدخل أبناء عشيرته لتقديم الدعم والتكفل بمصاريف مشاركاته بالبطولات العربية والآسيوية ليواصل نجاحاته في نيل العديد من الميداليات الذهبية. قبل فترة من الزمن اعتزل عبد الفتاح تكريتي بسبب عدم الدعم المادي، بسبب تجهيز البطولات الآسيوية والدولية ماكو دعم من قبل الاتحاد صلاح الدين ولا من الحكومة المركزية ولا من حكومة محافظة صلاح الدين. ونشكر احنا عشيرة التكارتة في محافظة صلاح الدين على دعمهم المادي لبطل عبد الفتاح التكريتي في الاستمرارية في رياضة الـMMA. عبد الفتاح أحد أبناء عشيرتنا وهو رياضي، ولكن بسبب قلة الدعم حاول يعتزل هذا المجال، ولكن احنا من شفنا هذا وقفنا وياه وساندناه بالدعم المادي، واحنا ايضا يعني احد اهداف زين عشيرتنا انه ندعم شكو شخص عنده مثلا امكانيه في كل المجالات. ومع قله الاهتمام بالبطولات الرياضيه الفرديه ومنها الفنون القتاليه، الا ان العديد من ابطال العراق ومنهم عبد الفتاح يواصلون تحقيق المزيد من البطولات الدوليه. للقناه العراقيه الرياضيه صالح سامر، رئيس صلاح الدين. لفقرة طبيبك مع الدكتور عبد الكريم الصفار، الإصابات المباشرة وغير المباشرة، نتابع سويا ماذا عند الدكتور عبد الكريم الصفار وراجعين. يوم سعيد لكل مشاهدي قناة العراقية الرياضية وللزملاء في الاستاديو، أمنيتي أكون بالصحة والنشاط إن شاء الله. ممكن تقسيم الإصابات الرياضية بشكل عام إلى إصابات مباشرة وإصابات غير مباشرة. الإصابات المباشرة اللي نقصد بها تعرض الرياضي أو اللاعب إلى كدمة أو حركة أو سقوط أو التواء في أحد مفاصل الجسم، وكل طبعا نوع من انواع الرياضه الى الاصابات اللي اكثر من غيرها. مثلا كره القدم مشهوره اصابات الكاحل واصابات الركبه، مثلا رياضه التنس الاصابات الكتف،
أكو رياضات أخرى مثلا الملاكمة، إصابات الوجه، وهذه ممكن تقسيمها بشكل عام. راح نتطرق إن شاء الله بالأيام الجاية إلى تفاصيل أكثر، ممكن كدمات، ممكن التواء أو تمزق بالأربطة، تمزق بالغضاريف، ممكن كسر بالعظم، تمزق بالعضلة ومشاكل ذلك. وكل واحدة من هذه الإصابات تكون لها أعراض خاصة بها، كالتورم مع الألم الشديد في المنطقة، الزرقاق، نزف داخلي، تحدد بالحركة. ويفضل بشكل عام وضع الثلج على المنطقة وعدم تحريكه لحين الوصول إلى أقرب طبيب مختص لإكمال العلاج. أيضا عندنا الإصابات غير المباشرة اللي تحدث بالرياضة، واحدة منها بسبب سوء التغذية تؤدي إلى جهد وتعب وإعياء عند الرياضي، بحيث ما يقدر يكمل نوع الرياضة اللي يمارسها. لذلك على الرياضيين الاهتمام بشكل عام بالغذاء، لأنه الغذاء يختلف في أيام الإعداد عن أيام التنافس أو البطولات. أيضا أكو إصابات أخرى غير مباشرة، هي إصابات الجهد العالي في حالة عدم وجود جدول علمي متسلسل بالصعود بالجهد. المفروض الرياضي والمدرب بشكل خاص يكون عنده منهاج علمي حتى لا تصير عندنا إصابات بالجهد العالي. وهذه الإصابات أيضا حسب نوع الرياضة. كثير نشاهد من لاعبي كرة القدم يشكون من العضلات الضامة أو العضلات الرباعية، وهذه تجي نتيجة الصعود العالي بالتمرين وقلة متابعة اللاعب لصحته، وبالذات التغذية، شرب السوائل، الأرضيات الجيدة، نوعيات الأحذية اللي يلبسوها يؤدي إلى إصابات الجهد العالي. يبدي يشكل الرياضي من ألم بالمنطقة وعدم قدرته على مجاراة المباراة، لذلك تشوفه في وسط المباراة ما يقدر يكمل بسبب التشنجات أو الشد العضلي اللي يصير عندهم. حتى لا نظلم الألعاب الأخرى، مثلا مباراة التنس أو لعبة التنس يكون عندهم عادة التهاب بالمرفق، الجولف يصير عندهم بالجهة المعاكسة، بهالشكل لاعبين التنس يكون عندهم بالكتف وما شاكل ذلك. أيضا حتى ما ننسى الرباعين وكمال الأجسام، لأن عندنا أبطال ما شاء الله على مستوى العالم، يصير عندهم انزلاق بالظهر وألم شديد، تمزق بالغضروف الهلالي مرات يصير ويا انضغاط على العصب. فإن شاء الله الأيام الجاية راح نبدي نشرح كل إصابة بشكل مفصل أكثر، كيف يمكننا التفادي هذه الإصابة، ما هي أعراضها، كيف يمكن تشخيصها، وما هو العلاج لها. تحياتي لكم.